لكل واحد صار له زمان ما حكي مع خيه واخته مع حدا من عائلته مع امه مع بيه مع اولاده. بس طلب وعندي امنيه وحده، ياخذ تليفون هلا يرسله هلا يبعث له بس قلب على الواتساب بكفي بس يعبر له قديش اليوم الاخوه والعائله كلهم لبعض. يوم الحياه قاسيه ما بنعرف شو مخبيت لنا بكره. Hi Lino, I just want to tell you I miss you so much. So I love you very much. ماما انا بحبك. عن جد انت بتحبيني؟ ماما هون دقيت لك بس تقلك انه كثير بحبك. و عن جد انه لي زمان ما قلت لك انه بحبك. مايك بيعطينا شي 100 دولار. خيي. ايه ليك مايك؟ ايه ليك بحبك. شو؟ خي بحبك. حبيبي لا ما انا بدي منك 100 دولار مش انت بدك مني. لك يا مام كنت بس اقلك انه بحبك. ليه؟ شو ليه؟ ليه شو في؟ شو مثل الحال؟ لا بس بحبك. طب قولي شو في؟ مين لحدك اول؟ هاي تيتا بدي اقول لك انه بحبك وانا بحبك حياتي. من زمان حابه اعرف اذا انت مضايقه مني باي شيء. لا يا عم شو بك شو الحكاية ده. بدي اعتذر منك يا حبيبي وانت خيي. انا بسامحك حبيبي اذا بحبك وبعتذر اذا في شيء مره زعلتك فيه. بدي اقول لك سوري كثير على كل شيء عن جد وهيك بحبك كثير والله. وانا ام سو 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 براود اوف يو بحبك قد الدنيا. مرحبا نجيب. ماما بحبك كتير، انت اغلى شي بحياتي يا عمري. بحبك كتير ماما. اكيد يوم لازم اقول لها. انا بي توفى من فتره فحابب اوجه له رساله حتى لو يعني توفى. كنا متزعلين قبل ما يتوفى يعني. اذا غلطانين معه كمان نعتذر منه وهيك.